وامتحن أهل السنة من المعتزلة على يد المأمون في هذه المسألة، وعذب الإمام أحمد عند هذه المسألة. المأمون يريد أن يلزم الناس بعقيدة المعتزلة في القرآن وأنه مخلوق، وأهل السنة أبوا ورفضوا، وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله، أبوا أن يقولوا وأن يخضعوا لهذه المقالة الخبيثة. ثبتهم الله على الإيمان، وخذل الله المعتزلة ومن نحى نحوهم. ألم يحصلوا على طائل إلا الفضيحة والنكسة والعياذ بالله؟ هذه هي المسألة. مع الأسف أن بعض الكتاب أو المغرضون، يمكن كتاب جهال ولا أناس مغرضون يعرفون الحق لكن يلبسون على الناس، يقولون مسألة القول بخلق القرآن هذه مسألة لا طائل تحتها ولا تحتاج إلى انقسام، وإلى والإمام أحمد غلطان يوم يمتنع، وهذه أمور سياسية. هم عذبوا الإمام أحمد ما هو من أجل موقفه من القول، عذبوه لأنه يخافون أنه يقلب الناس عليهم، مسألة سياسية. هكذا يقول هؤلاء الكتاب الجهال أو المغرضون، ويقولون ما تستحق مسألة القول بخلق القرآن، ما تستحق كل هذا، هذا خلاف وهذا رأيهم، والناس لهم آراء ولا يحتاج إلى هذه الانقسام وهذا التشدد. كذا يقولون، لأنهم إما أنهم جهال ولم يدركوا الخطر، وإما أنهم مغرضون معتزلة ويريدون أن يمرروا هذه المسألة على الناس، ويقال ما تستحق كل هالجلبة وكلها. هذا موجود الآن في كتاباتهم في الصحف وفي المؤلفات، وفي وممن كتب في هذه المسألة أبو غدة الذي كان يدرس هنا، سوري، كتب في هذا بأن المسألة ما تحتاج كل هذا، ورد عليه الشيخ حمود التويجري رحمه الله برد وافر مفحم، رد عليه وفضح مقالته وبين أن المسألة ما هي مسألة شكلية، وإنما هي مسألة لها مغزى ولها مرام، ما هي بشكلية أو إنها هامشية أو إنها كما يقولون. فالحاصل أني نبهت على هذا لئلا يغتر أحد بكتابات هؤلاء ويقول المسألة سهلة والمسألة ما تحتاج إلى كلها هالردود وكلها، لا، المسألة خطيرة جدا. إذا نفينا أن القرآن كلام الله، إذا ماذا يبقى معنا؟ ما صار معنا مصدر أول نرجع إليه ونتحاكم إليه، وبالتالي تبطل الشريعة. إذا هدم الدليل الأول لها والمصدر الأول لها بطلت الشريعة، وهذا غرض المؤسسين لهذه المقالة الخبيثة. وإن كان كثير من أتباعهم قد لا يدركون هذا الغرض، لكن هذا هو المقصود. يكفيكم أن هذه المقالة جاءت من اليهود على يد الجعد بن درهم الذي تلقاها عن اليهود. نعم.